السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دورة احتراف الكمبيوتر والإنترنت. ده الدرس الثاني في قسم الصيانة، في قسم صيانة أجهزة البي سي أو التعرف على قطع هاردوير أجهزة البي سي بشكل عملي. الدرس اللي فات اتكلمنا على المذر بورد بشكل سريع، واتكلمنا على المعالج بالتفصيل وشفنا أنواعهم وعرفنا ايه اخطاء المعالج وازاي نركبه ونركب الفان عليه. في الدرس ده هنتكلم على اجهزة الهارد ديسك او الهارد ديسك. الهارد ديسك هو وحدة التخزين في الكمبيوتر بشكل عام اللي انت بتنزل عليها الويندوز او بتخزن عليها ملفاتك. الهارد ديسك عندي منه نوعين، النوع القديم اللي انتوا شايفينه قدام ده النوع اللي بنسميه اي دي، شايفين المداخل بتاعته ازاي. النوع ده معقد شويه في تركيبه لانه في جامبر وفي عند اربع خانات، لازم تحدد الجامبر بتاعه الساتا والاي دي والسليف والباستر والكيبل سيلكت والحاجات ديت. طبعا النوع ده تقريبا انقرض من السوق. انت بتقرا في عندك على التعليمات هنا بتشوف سواء في ساتا او في سليف. لو انت عندك هارد ديسك وسي دي روم، توصيل السي ده الهارد ديسك ده بيجي على البورد ازاي. طبعا الهارد ديسكات ديت بتركب على اي بورده، البورده بيكون فيها مدخلين، مدخل للساتا ومدخل للاي دي. الاي دي ده بيتوصل فين، او الهارد ديسك الاي دي ده بيتوصل فين؟ بيتوصل عندي شايفين السلوت الازرق والسلوت الاصفر، ده اللي بنوصل فيهم الهارد ديسك او السي دي روم، والاثنين بنوصل فيهم عادي. ممكن نوصل الهارد ديسك هنا، ممكن نوصله هنا، والسي دي روم نوصله هنا ونوصله هنا. طريقه توصيل الهارد ديسك بتوصل ازاي؟ انا بيكون عندي كابل بالشكل ده، بجيب الجزء ده فيه اتنين راس. لو انا عايز اوصل اتنين هارد ديسك، اللي فوق ده بيكون حاجه اسمها ماستر واللي تحت سليف. الماستر اللي هو بيكون مثلا الرئيسي واللي تحت الجزء الثاني. انا بركبه طبعا بيكون فيه جامبر كده شايفين، وفي فتحه في الهارد ديسك، فبركبه بالطريقه ديت واخلي بالي المشابك ما تنتنيش. بعد ما اركبه بروح بركبه في البورده في المكان ده، سواء في الازرق او الاصفر، الاثنين واحد، بس احنا بنخلي الازرق في الهارد ديسك والاصفر في السي دي روم. بس كده انا ركبت الهارد ديسك. بعد كده بنبدا نركب الباور بتاعه. طبعا انت بتكون بتشتغل على كيسه، بتركب الهارد ديسك في المكان بتاعه في الكيسه ويتربط بمسامير من هنا كده. بعد كده بنركب الباور بتاع الهارد ديسك. الباور بتاع الهارد ديسك بيكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، الشكل العريض ده. بركب الباور، طبعا هو بيركب في اتجاه واحد، الاتجاه التاني لو حاولت تركب ما تركبش، وتبدا تشغل الجهاز. هيشتغل معاك الهارد ديسك. طبعا لو ما فتحش معاك بتشوف الجامبر ده، بتسحبه كده، ده الجامبر اللي بتحدد بيه الماستر والسليف. بيكون عندك الماستر في النص، السليف اللي جنبيه على اليمين، والكيبل سيلكت او بتخلي الكيبل سيلكت في الاول هنا خالص، وبتحدد مكان الجامبر، بتركبه بالطريقه كده. بيكون ده الشكل بتاع الجامبر. ده ببساطة الهارد ديسك الاي دي. طبعا طريقة فكه بتشيل، بتسحب من هنا وتسحب من هنا بالراحة علشان الكابل ما يتخلعش معاك، ومن هنا نفس النظام، بتسحب من هنا وتسحب من هنا وبيطلع معاك بالشكل ده. النوع الثاني من الهارد ديسكات اللي احنا بنسميه الهارد ديسك الساتا، وده النوع اللي شائع في السوق دلوقتي. احجامه بتبدا من 80 جيجا وانت طالع، اما الهارد ديسك الاي دي فبيبدا من 10 جيجا طبعا لحد تقريبا انا شفت فيه 1000 جيجا اللي هو 1 تيرا بايت. اما ده من 80 جيجا اللي هي حد المتوفر في السوق، مش عارف تقريبا 2 تيرا بايت او حاجه زي كده. تعالوا نشوف شكله من ورا، ما فيش فيه جامبر ولا في اي حاجه خالص. بنجيب كابل الباور، كابل الباور بتاعه بيكون مختلف تماما،
بالشكل ده. ده كابل الباور، شايفين في مشبك في الجنب هنا وفي فتحة بزاوية في النص ليها مكان محدد المشبك بيدخل هنا، شايفين بيدخل كده، مفيش طريقة تانية للتركيب، هي الطريقة ديت الوحيدة. لو جيت ركبت عكس مش هيركب. بعد كده بنجيب الساتا كيبل او الكيبل بالشكل ده وبنوصله من هنا. طبعا ليه برضو حتة فيها زاوية وحتة جهة تانية فيها الجزء البارز ده، بتركبه طبعا برضو نفس النظام، ملوش غير طريقة واحدة للتركيب. الجنب التاني نفس شكل الجنب الاول، نفس الشكل، يعني حتى لو عكست الكابل مش هتفرق معاك، هو هو واحد. بيركب في البوردة من فين؟ شايفين الجزء ده، ده اللي بيركب فيه كيبل الساتا، بحطه كده في اي واحد من دول وبركب فيه كابل الهارد ديسك. في عندي ساتا 1 وفي عندي ساتا 2، وهتلاقي عندك ساتا 3 ساتا 4 حسب المذر بورد فيها كام قطعة للساتا. في عندي المذر بورد ديت فيها 2، وفي عندي المذر بورد ديت فيها جزئين 1 و2، نفس النظام بتركب كيبل الساتا فيهم بالطريقة ديت. ادي ببساطة الهارد ديسك وطريقة تركيبه. طيب اعطال الهارد ديسك ايه؟ اعطال الهارد ديسك بتلاقي بطء في الكمبيوتر، بتلاقي الجهاز بيعلق معاه ويقف، تيجي تفتح حاجة تلاقيه طول فيها، بيطول في عملية الفتح. لما تسمع صوت تكة في الهارد ديسك بتعرف انه في مشكلة او على وشك يخرب. طيب في موديل جديد من الهارد ديسك، هو مش موجود، مش متوفر عندي، عشان اوريه لك بشكل عملي، هو SSD. ده فكرة عمله. الهارد ديسك ده عبارة عن قطعة ميكانيكية من جوه، في اسطوانة وفي موتور، والاسطوانة بتلف، والاسطوانة ديت اللي بيكون عليها كل الداتا بتاعتك. طبعا الاسطوانة لو الجهاز ده اتفك من هنا خلاص انسى امره، مش هتصلح تاني، لانه لو دخل فيه نسبة غبرة كل سنة وانت طايف فيه. ادي الاسطوانة اللي بتكون جوه اللي عليها كل الملفات الداتا بتاعتك. الاسطوانة دي تخيلوا حجمها 320 جيجا، انا بستعملها كمراية بسرح عليها شعري. ادي ديت اسطوانة طالعة من جوه هارد ديسك. الأجهزة الهارد ديسك التاني اللي هي الاس اس دي بتكون نظامها زي نظام الميموري كارد بتاع التليفون، مفيش فيها أجهزة ميكانيكية، فبتكون سرعتها أعلى، ولو وقع منك مش هيخرب معاك. أما الهارد ديسك ده مجرد ما يقع كده على الأرض كل سنة وأنت طايف فيه فبيخرب معاك، وتلاقي فقد البيانات وما تعرفش تشتغل عليه مرة تانية. ده بالنسبة للهارد ديسك. انتظرونا في الدرس الجاي إن شاء الله هنتعرف أكتر على قطعة تانية أو جزء تاني في الكمبيوتر. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.